هل تعرف يا بني أن أول ركن من أركان الإسلام هو الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكلمة التوحيد هي أعظم كلمة يقولها غير المسلم، والله خلق الخلق لتحقيق معنى هذه الكلمة العظيمة والعمل بما دلت عليه. إذن ما أول كلمة يقولها الكافر إذا أراد الدخول في الإسلام؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. بارك الله فيك يا بني. يا أبي، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. فهمت يا أبي. ودليل شهادة أن لا إله إلا الله هو قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذن يا مروان، هل تعرف أركان شهادة أن لا إله إلا الله؟ لشهادة أن لا إله إلا الله ركنان، هما النفي والإثبات. والنفي فقول لا إله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، والإثبات فقول إلا الله إثبات العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في خلقه وملكه وتدبيره. أحسنت. شهادة أن محمد رسول الله شهادة عظيمة نسمعها في الأذان والإقامة وخطبة الجمعة، ونقولها في التشهد الأول والأخير وبعد الفراغ من الوضوء، فما معناها؟ معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الاعتقاد الجازم بأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه لهداية الناس بشيرا ونذيرا. بارك الله فيك يا مروان. ودليل شهادة أن محمد رسول الله هو قول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صدق الله العظيم.